يلا بسم الله. كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 جولاي ل 25 أوغست، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج. مو بس كذا، أكبر جوائز في تاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة. البوليفارد بينقلب لمدة شهرين جيمينج، براندينج، حفلات غنائية، مسرحيات، اكتيفيشن، كل شيء تحلمون فيه للشباب وللبنات. الوعد البوليفارد من 3 جولاي ل 25 أغسطس، اللي مو بجاي بيفوته شيء كثير. وبرضو نقل لايف على ام بي سي، قناة ام بي سي اكشن ان شاء الله بتتحول لام بي سي جيمينج، وبتنقل البطولة لايف هي. والان برضو انا سمعت ان ذا زون ممكن تنقل على مستوى العالم. حدث تاريخي، وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي، متعة للجميع. والبوليفارد مفتوح للجميع من 3 جولاي 25 أغسطس. تابع البطولة، نتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله، وشبابنا السعودي إن شاء الله النجاح، والعربي أيضا. شكراً.